السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم بإذن الله رح نخدمه بهذا الموتيف هدايا، رح نخدمه منه تلايق، وكذلك تقدري تخدمي منه كذلك صدر كروشي، يعني تخدمي البياسات وتخدمي صدر كروشي. تحبي تشكليه دائري كيما تحبي نتيا، يعني غير تعرفي البياسة شكلي الصدر كيما تحبي نتيا. اليوم رح نبدأ معكم العمل بالكونتور رقم بالكوتون بيغلي باش تبان لكم فقط طريقة العمل، لكن كي نكون في نهاية العمل ونبدأ نلصق البياسة الثانية مع الأولى ولا الثالثة مع الثانية، نبداو نخدمو بالكوتو رقم 16. نبداو على بركة الله. كيفاش نلصقو الأوراق في هذا الموديل أو في هذا النابخون؟ تكوني خدمة أولا الأوراق اللي هما 8 أوراق في 9 بياسات باش نحكموهم. عندك طريقتين، يا إما تكوني كي تكوني تخدمي في البياسات تبداي تلصقي الورقة، مثلا هذه هي الورقة، تحسبي 10 مايسيغي البيكو، هذه المايسيغي هذه رقم 10 تحكميها في البيكو هذه الاولى، البيكو الثانيه تحسبي 6 مايسيغي تحكمي في البيكو الثانيه، وتكملي تخدمي البيكو الثالثه والبيكو الرابعه كيما هكذا. كي تكوني تخدمي في البياسه الثانيه بنفس الطريقه كذلك اللي تقابلها تحكميها، والا مثلا تلصقي كيما انا خدمت كامل البياسات من غير واحده فقط انا لصقتها بالكروشي، من بعد لصقت الباقي كامل بالخيط والابره عادي. كيما هكذا انا لصقت الاوراق، جاوني ساهلين ماشي حاجه صعيبه، وهكذا لصقنا الاوراق. نبداو العمل بالكوتون بيغلي والكروشي رقم 20.06 باش نخدمو هذه البياسه. اولا نخدمو العقده، سنسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8. نرجع لبداية العمل، نحكم العمل منزلقة كيما هكذا. بعد ما خدمنا الحلقة نخدمو عوينة هكذا، ندخلو في الحلقة ونبداو نخدمو المايسيغي. نخدمو مايسيغي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نجبدو شوية المايسيغي هكذا باش يبقى لنا مكان. 13 14 15 16. خدمنا 16 المايسيغي، نروحو بداية العمل، ندخلو نحكمو العمل منزلقة كيما هكذا، يعني خدمنا السلسلة فيها 8 وخدمنا المايسيغي فيهم 16. نكملو العمل دوكا، نبداو نخدمو في الأقواس. نخدمو السلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. خدمنا سلسلة فيها 14 عوينة، نخدمو عوينة ونرجعو في هذه العوينة رقم 14، ندخلو فيها ونخدمو مايسيغي رقم 1، العوينة اللي بعدها نخدمو مايسيغي رقم 2، العوينة اللي بعدها نخدمو مايسيغي رقم 3، في العوينة رقم 4 نخدمو فيها مايسيغي 4 ونزيدو مايسيغي 5، يعني خدمنا فيها 2 مايسيغي. لو كان كملو دوكا العمل نخدمو في كل عوينة مايسيغي، دوكا 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خدمنا 15 عوينة، عفوا خدمنا 15 مايسيغي، في العوينة رقم 4 خدمنا 2 مايسيغي ولا عندنا 15 مايسيغي. نكملو العمل، نزيدو نخدمو عوينة، نقلبو العمل. شوفي المايسيغي الأولى ما نخدموش فيها، نروحو المايسيغي الثانية ونخدمو مايسيغي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 خدلنا 14 ماي سيري بالعوينة اللي طلعنا بها، يعني كامل 15. دوكا ننظرو نخدمو الصف الاخير، نخدمو عوينة ونقلبو العامة. دوكا هنا واش راح نديرو؟ شوفي ماي سيري الاولى نخدمو فيها ماي سيري، نخدمو سلسلة فيها 1 2 3 4، نخدمو غرزة في كوب سلسلة فيها 4، نرجع بداية العمل نحكمو العمل ماي سيري هكذا. دوكا نرجع نخدم في الماي سيري في السلسلة في القوس هذا، نحسب ماي سيري رقم 1 2 3، نزيد نكرر نخدم ماي سيري، نخدم غرزة فيكو كيما الأولى، يعني 1 2 3 4، نرجعو نحكموها هكذا. دوكا نكرر نفس العمل، نزيد نعاود نحسب ندخل ماي سيري واحد أخرى، نخدم فيها 1 2 3، نزيد العمل نفسه نخدم رب سلسلة فيها 4، نرجع بداية العمل نحكمو العمل هكذا غرزة فيكو، نكملو نخدمو ماي سيري 1 2 3، نزيدو نطلعو بسلسلة فيها 4 3 4، نحكمو العمل نزيدو نكرو العمل نفسه، نحسبو 1 ماي سيري 1 ماي سيري 2 3، كل مرة راني نعاود الحساب. في الماي سيري رقم 3 نخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها 4 ونحكموها هكذا. دوكا هنا في الأخير عندي ماي سيري وحدة نخدمها ونزيد ماي سيري الثانية، هذا مكان نخدم 2 ماي سيري في الأخير ونروحو نحكمو العمل. شوفي نحكمو العمل، شوفي نخلو ماي سيري هنايا في الحلقة هذه اللي خدمناها، نخلو ماي سيري وحدة نروحو للثانية، يعني دائما شوفي هذه ماي سيري الاولى حكمنا درنا خدمنا فيها السلسله، خدمنا العمل ومن بعد خلينا كي كملنا خلينا ماي سيري هذه وخدمنا حكمنا في الثانيه هكذا. دوكا نطلع بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، خدمت سلسله فيها 13 هذه المره. دوكا من هنا وجاي نعود نخدم هكذا، البدايه فقط تكون ب 14. اما دوكا بديت ب 13 سلسلة فيها 13، علاش؟ دوكا نقلبو العمل نروحو البيكو الثانية هذه نحكمو فيها ماي سيري اللي هي تعود 14 هكذا، نخدمو عوينة ونقلبو العمل ندخلو في الماي سيري هذه ونخدمو ماي سيري. دوكا نخدم نحسب هذه ماي سيري الأولى اللي خدمتها، نزيد العوينة اللي بعدها نخدم ماي سيري الثانية، نزيدو العوينة اللي بعدها ماي سيري الثالثة، اللي بعدها ماي سيري الرابعة، نخدمو فيها 2 ونكرو العمل نفسه. يعني دركا نعود نخدم بنفس الطريقة كيما خدمت هنايا في الأول، فقط هنايا البداية فقط من وجهي تكون بهذه الطريقة، تخدمي حلقة تخدمي سلسلة فيها 13 14، تحكميها ماي سيري في البيكو هذه الثانية اللي تكون في الصف اللي قبله، وتكملي العمل بنفس الطريقة كيما خدمنا هنايا. يعني دركا أنا واش راح ندير؟ راح نخدم الأقواس هادوما، نخدم 8 أقواس بنفس الطريقة دائما كي يكون راجعة، كي نكمل مثلا هذا القوس نخدم فيه 5 1 2 3 4 5 5 غرزة بيكو، نكون باش نخدم القوس الثالث نفس الحكاية نعاودها، يعني نخدم سلسلة فيها 13 في البيكو الثانية في هذه، نحكم العمل ونرجع نخدم القوس عادي. أنا دوكا راح نكمل نخدم هذه البياسة، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا انا راني في الاخير، دوكا راح نحكمو نقفلو هذه البياسه بعد ما خدمت الاقواس 1 2 3 4 5 6 7 8. شوفي دائما نحكمو في البيكو الثانيه، دائما في البيكو الثانيه نحكمو القوس تكون بعد هذه المرحله، يعني المرحله اللي خلفها تكون دائما نحكمو هنايا العوينه رقم 13 اللي هي 14 ماي سيري 14، نحكمو في البيكو الثانيه كيما دوكا. انا خلاص راح نحكم البياسة مع بعضها، يعني باش نقفلوها نخدمو سلسلة فيها 1 ونروحو نجيبو بداية هذه البياسة. شوفي هنايا هذه اللي بدينا بها، هذه دركا شوفي ندخلو هنايا في آخر عوينة، ندخلو نحكمو العمل موزايق، نزيدو عوينة 2
نرجعو نخدمو بيكو عادي، يعني نرجعو نخدمو العمل هكذا عادي، نرجعو نحسبو من داراو جديد. ما يصير واحد، اثنان، ثلاثة. لو كان نخدمو بيكو الأخيرة بس نستفيها أربعة هكذا، ونخدمو اثنان مايسيري، هذه الأولى وهذه الثانية. دوكا نروحو نحكمو العمل هنايا في المايسيري، نروحو شوفو وين بدينا، ندخلو هنايا وين بدينا العمل، ندخلو نحكمو العمل منزلقة كيما هكذا، نكونو كملنا هذه البياسة هكذا. يعني هذا هو الوسط. دوكا بعد ما نكونو خدمنا هذا الجزء الاول هذايا، دوكا باش نكملو العمل واش راح نديرو، انتي تقدري هنايا تقصي الخيط وتبداي تخدمي من هذه البيكو الاولى. انا واش راح ندير، مش راح نقص الخيط، راح نخليه وراح نبقى نتقدم بالمنزلقة هكذا. شوفي وحده بوحده يعني نمشي في السلسله اللي فيها اللي بدينا فيها، فيها 14 عوينة هكذا وحده بوحده غير بالمنزلقة، ندخلو الكروشي ونشبدو الخيط ونفوتو في العوينة هكذا. انتي تقدري تقصي الخيط وما تطلعيش كيما هكذا. انا حتى كي خدمت بالكوطو رقم 16 طلعت كيما هكذا، يعني خدمت عادي. دوكا نطلعو هنايا في المايسيري تاني بالمنزلقة، دوكا ندخل في البيكو هادي هكذا، نخدم عوينة نعاود ندخل فيها ونخدم مايسيري هكذا. يعني تقدمنا غير بالمنزلقة هنايا وحدة بوحدة وطلعنا هكذا. دركا نكملو العمل، بعد ما خدمت مايسيري نخدم سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. نروحو شوفي عندنا هنا البيكو، عندنا الثانية والثالثة، ندخلو في هذه الثالثة نحكمو فيها مايسيري، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. نروحو دوكا للقوس الثاني، ندخلو في البيكو الأولى هنايا، ندخلو نحكمو مايسيري، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. نروحو البيكو الثالثة، ندخلو فيها ونحكمو مايسيري. يعني دوكا راح نبقى نخدم كيما هكذا هكذا، شوفي راح نبقى نخدم كيما هكذا. يعني مرة بدينا بالبيكو الأولى، سلسلة فيها تسعة حكمنا في البيكو الثانية الثالثة عفوا، زدنا خدمنا سلسلة فيها تسعة حكمنا في البيكو الأولى، سلسلة فيها تسعة البيكو الثالثة وهكذا. يعني دوكا نزيد نخدم سلسلة فيها تسعة ونحكم بيكو الأولى، سلسلة فيها تسعة بيكو الثالثة وهكذا. دوكا نكمل العمل في هذه المرحلة كيما هكذا، كي نكون في نهاية هذا العمل نعاود نشارككم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة، بعد ما خدمت سلسلة فيها تسعة نروحو المايسيري هذه اللي بدينا بها، ندخل نحكمو العمل منزلقة نخدمو عوينة. دوكا شوفي ندخل هنا في هذه السلسلة اللي فيها تسعة، ندخل نخدمو مايسيري، نخدمو مايسيري واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. دركا واش راح نديرو بعد ما خدمنا سلسلة فيها تسعة، عفوا بعد ما خدمنا تسعة مايسيري في السلسلة هذه اللي فيها تسعة، دركا نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. خدمنا سلسلة فيها سبعة، ندخلو في هذه السلسلة اللي فيها تسعة هنايا ونخدمو مايسيري واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. خدمنا خمسة مايسيري، يعني نصفها يعني فقط خدمناه. دوكا نروحو للسلسلة اللي بعدها فيها تسعة، ندخلو نخدمو فيها مايسيري واحد اثنان ثلاثة
4. بعد ما خدمنا 4 ماي سيري نخدمو سلسلة 1 2 3 4 ونرجعو بداية العمل نخدمو غرزة بيكو نحكمو العمل هكذا نزيدو نخدمو ماي سيري وحدة. كي نخدمو ماي سيري وحدة نزيدو نخدمو بيكو الثانية يعني فيها سلسلة فيها 4. نرجعو بداية العمل نحكمو العمل نزيدو ماي سيري نحكموها ماي سيري هكذا. دوكا نزيدو نطرو نخدمو ماي سيري بيكو الثالثة يعني 1 2 3 4 هكذا ونروح نحكم في السلسلة ماي سيري. هذه ماي سيري 1 2 3 4 يعني العمل في الأقوس راح يكون بهذه الطريقة. تخدمي 4 ماي سيري بيكو ومن بعد تخدمي ماي سيري ومن بعد غرزة بيكو ومن بعد ماي سيري ومن بعد تخدمي بيكو ومن بعد تخرجي بأربعة ماي سيري يعني كيما تدخلي وتخرجي. فقط هنايا في البداية هنايا في البداية وفي السلسلة الثانية يختلف في الأمر. دوك أنا واش راح ندير؟ راح نبقى نمشي بهذه الطريقة نخدم. شوفي بنفس الطريقة نخدم هذا نحسبو هذه 1 2 3 4 5 6 كي نوصل 7 نعاود نرجع لكم. هنا دوكا وصلت للسلسلة رقم 7 يعني نحسبو من هنايا 1 2 3 4 5 6 7. هنا في السلسلة هذه اللي فيها 7 راح نخدمو فيها الماي سيري يعني راح نخدمو ماي سيري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نروحو للسلسلة رقم 8 ندخلو فيها نخدمو 1 2 3 4. خدمنا 4 ماي سيري في السلسلة رقم 8. في السلسلة هذه رقم 7 خدمنا فيها 10 ماي سيري. هنا بعد ما خدمت انايا 4 ماي سيري دوكا نكملو العمل نخدمو السلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نقلبوا العمل عندنا هذه هنايا خدمنا 10 ماي سيري في السلسله اللي فيها 7 يعني نحسب 1 2 3 4 5 في الماي سيري رقم 5 ندخلوا نحكموا ماي سيري. نزيدوا السلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نروحوا للسلسله رقم 6 البيكو هذه من الماي سيري اللي بعد البيكو ندخلوا نحكموا ماي سيري كيما بعد ما حكمنا هنايا دوكا نخدمو عوينه ندخلو نخدمو ماي سيري في هذه السلسله. نحسب 1 2 3 4 نخدمو دوكا بيكو يعني دوكا راح نخدم 3 بيكو و 4 ماي سيري يعني كيما كنا نخدمو في البدايه هكذا. دوكا انا نخدم هذه السلسله الاولى نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت هذه السلسله الاولى ونخدمو السلسله الثانيه نخدمو فيها ماي سيري 1 2 3 4 نطلع بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نقلبو العمل نروحو ماي سيري اللي قبل البيكو هذه الأولى ونحكمو ماي سيري كيما هكا. بعد ما خدمنا السلسلة فيها 9 نخدمو عوينة نقلبو نخدمو ماي سيري 1 ماي سيري 2 ماي سيري 3 ماي سيري 4. دوكا نخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها 3 4 نرجع بداية العمل نحكم العمل ونخدم ماي سيري. دوكا راح نخدم في هذه السلسلة نخدم كيما كنا نخدمو من قبل 4 ماي سيري 3 بيكو 4 ماي سيري نخدمها نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت انايا هذه السلسلة خدمتها كيما هكذا دوكا نكملو العمل نروحو كنا نخدمو عندنا هنايا السلسلة الأولى خادمينها الثانية اللي كنا خدمنا هنايا 4 ماي سيري وطلعنا بسلسلة فيها 9 دوكا ندخلو فيها أنا راجعين دخلنا فيها نخدمو ماي سيري نزيدو السلسلة فيها 1 2 3 4 نروحو نخدمو غرزة بيكو نحكمو ماي سيري نزيدو السلسلة فيها 1 2 3 4 ماي سيري نزيدو في السلسلة فيها 1 2 3 4
ونخرج بأربعة مايسيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني كيما هكا كي تجي تشوفي هذا القوس يعني يكون كامل. نروحو كذلك نكملو القوس هذا رقم ثمانية، ندخلو فيه الحبو مايسيري، نخدمو بيكو بسنسلة فيها أربعة ومايسيري. يعني دوكا أنا واش راح ندير، راح نخدم كيما خدمت في هذه السلسلة هنايا في الأعلى، تلاتة بيكو وأربعة مايسيري. هنايا بعد ما كملت العمل دوكا نروحو نكملوه ونخدمو في السلسلة رقم تسعة، نخدمو كذلك مباشرة. نعودو دوكا نعودو نخدمو في نفس العمل، نخدمو أربعة مايسيري، تلاتة بيكو وأربعة مايسيري. دوك أنا نخدم شوفي القوس هذا رقم تسعة ورقم عشرة، كي نكون في رقم حداش نعاود نرجعلكم. هنا أنايا راني خادمة بيستين وراني نخدم في التالتة باش نوريلكم كيفاش نلصقو البياسة مع خوتها. يعني شوفي العمل كيفاش يكون. دركا هادي هي البياسة لي راني نخدم فيها، وصلت للسلسلة رقم حداش هنايا. يعني كي تحس بشوفي باش يجيك العمل سهل، ما تحس بيش هادي لي مخدوم فيها هدايا القوس، تحس بي واحد اثنان ثلاثة تبدأ تلصقي. تخدمي بيكو الأولى عادي، الثانية تخدمي بيكو الثانية تخدمي عوينة، نحكمو الظهر في الظهر هكذا، ونحس بواحد اثنان في الثالثة هنايا ندخلو، يعني الظهر في الظهر هكذا، ونحكمو العمل نزيدو سلسلة في واحد اثنان ونرجع نحكم بيكو عادي. يعني نخدم كيما كنا نخدمو. انا دوكا راني نخدم بالكوتو رقم 16، نحكمو مايسيري نزيدو سلسلة في واحد اثنان ثلاثة أربعة، نخدمو بيكو عادي ونخدمو أربعة مايسيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة. نروحو للسلسلة اللي بعدها، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نخدمو بيكو الأولى عادي ونحكمو مايسيري، في البيكو الثاني نخدمو عوينة ونروحو نحكمو كذلك الظهر في الظهر في السلسلة الثانية في البيكو الثانية هكذا. يعني السلسلة اللي بعدها ونخدمو السلسلة فيها اثنان ونرجعو نحكمو الرازة بيكو، نخدمو مايسيري نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة، نخدمو بيكو عادي ونخرجو بربعة مايسيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة. هنا دركا بعد ما كملنا حكمنا البياستين في نقطتين هكذا فقط، دركا نكملو العمل عادي. دائما نخدمو بنفس الطريقة، أربعة مايسيري ونخدمو تلاتة بيكو ونخرجو بربعة مايسيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة. دوكا تبقانا هذه السلسلة الأخيرة، واش راح نديرو فيها؟ نخدمو فيها مايسيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ندخلو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونروحو نحكمو في بداية العمل ونتقدمو بالمنزلقة هكذا. هنايا لا ما تدخليش بستة، تدخلي بسبعة، سلسة فيها سبعة، ستة سبعة. دوكا نحكمو عادي هنايا في بداية المايسيغ في البداية هكذا، ونحكمو نتقدمو بالمنزلقة باش نقصو الخيط هكذا. وهكذا نكونو كملنا هادو البياسات، يعني لصقنا البياسات مع بعضاهم. أنا خدمت تلت بياسات، دركا باش نبداو نخدمو الجزء العلوي في
هذا التلائق. دركا باش نبداو نخدمو الجزء العلوي، شوفي نبداو نحسبو من هذه السلسله هكذا. شوفي هذه السلسله نحسبو واحد، لخاطر هذه السلسله رقم 8، هذه 9، يعني ما فيهاش حاجه حاكمه فيها، هذه فيها يعني انا خادمه فيها. هذوما القوسين بعد قوس ما نحسبوهمش، نمشي يجي العمل ساهل. نحسبو واحد اثنان ثلاثه، هنايا في الثالثه هذه. دركا واش راح نديرو من هنا؟ نبداو نحكمو ندخلو في القوس الثالث في البيكو الثانية، نحكمو العمل، نخدمو ماي سيغي، نطلب سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نروحو للسلسلة اللي بعدها ونخدمو فيها ماي سيغي في البيكو الثانية، يعني نحكمو السلسلة، نطلب سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نلفو الخيط على الكروشي، نروحو البيكو هذه الثانية في السلسلة هنايا، هذه الأخيرة اللي فيها البيكوات، نخدمو عمود هكذا، نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نلفو الخيط على الكروشي، ندخلو في نفس البيكو هذه الثانية في القوس الأخير اللي فيه بيكوات، ونخدمو عمود هكذا. يعني خدمنا فيها عمودين، ندخلو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نروحو شوفي نخدمو هنايا، وين عندنا هذه السلسلة اللي فيها سبعة. بعد ما خدمنا السلسلة فيها سبعة، ندخلو هنا في السلسلة هذه اللي فيها سبعة، نخدمو ماي سيغي واحد، ماي سيغي اثنان، ماي سيغي ثلاثة. دوكا ندخلو في هادو تسع ماي سيغي، ندخلو في ماي سيغي ونخدمو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، خدمنا ثمانية ماي سيغي. نزيدو نكملو العمل، نروحو للسلسلة هذه الثانية اللي فيها سبعة، ندخلو نخدمو ماي سيغي واحد اثنان ثلاثة، كيما هكذا نبداو باش نخدمو الجزء العلوي هكذا. سبعة سبعة تسعة سبعة ثلاثة ثمانية ماي سيغي ثلاثة ماي سيغي، نكملو العمل، نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نلفو الخيط على الكروشي، ندخلو في البيكو الثانية ونخدمو عمود هكذا. شوفي هنايا في السلسلة هذه الأولى، هنايا في البيكو الثانية نحكمو، ندخلو ونخدمو ماي سيغي دركا باش ننتقلو للبياسة الثانية. نخدمو ماي سيغي واحد، عفوا سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة نروحو شوفي البيكو هذه باش نخدمو فيها عمود هكذا. البيكو الثانية كيما هكذا، دوكا ندخل كيما خرجت خدمت هذه، نخدم الثانية سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ندخلو في السلسلة هنايا نخدمو ماي سيغي واحد اثنان ثلاثة، ونروح نخدم ثمانية ماي سيغي ثلاثة ماي سيغي، ونكرر نفس العمل يعني كيما خدمنا هذا الجزء هكذا. وننتقلو من البياسة الثانية بهذه الطريقة، سلسلة فيها سبعة عمود، سلسة فيها تسعة عمود، سلسة فيها سبعة، نكملو البياسة الثانية نترتب بنفس الطريقة. دوكا نكمل العمل، يكون في آخر العمل نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما حكمت أنا العمل هنايا في البداية باش نخدمو الجزء العلوي، شوفي هنا التالي بنفس الطريقة كيما خدمنا في البداية، هنا عمود سلسة فيها تسعة عمود في نفس البيكو، وهبطنا بسلسة فيها سبعة ماي سيغي، سلسة فيها سبعة ماي سيغي. دوكا نكملو العمل، نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نقلبو العمل، فهذه السلسلة اللي فيها السبعة الأولى ندخلو فيها، نخدمو الأحمدة، نخدمو العمود الأول،
العمود الثاني، العمود الثالث، عمود رقم 4، 5، 6، 7، 8. خدمنا 8 أعمدة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. نخدم 8 أعمدة فقط. نلف الخيط على الكروشيه، نروح للسلسلة الثانية، كذلك نخدم في العمود الأول، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. كيما هكذا نروحو لهذا العمود، نخدمو فيه في الأعلى هكا فوقو عمود، نروحو نخدمو 4 مايسيغي، عفوا 4 أميدة، 1، 2، 3، 4. نزيدو نخدمو 6، 1، نخدمو 3 أولا، 2، 3، ونخدمو عوينة ونزيدو نخدمو 3، يعني كامل 6 اللي خدمناهم بلا الربعة اللي هدينا بيهم. هاكا هذه الزاوية رانا نخدمو فيها، نزيدو نخدمو في نفس السلسلة، نزيدو نخرجو بربعة أعمدة، يعني دخلنا بأربعة وخدمنا 3 وخدمنا عوينة وزدنا خدمنا 3، ودوكا رانا خارجين بأربعة أعمدة هكذا. هذه في الزاوية فقط هكذا باش تتشكل لنا الزاوية. هنايا دخلنا بأربعة 3، من بعد خدمنا عوينة، من بعد خرجنا بثلاثة أعمدة 4 أعمدة كيما هكذا. نكملو العمل، نروحو نخدمو هذه السلسلة اللي فيها 7، نخدمو الأعمدة كذلك، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. نروحو نخدمو في المايسيغي، نخدمو فيها عمود 1، في المايسيغي الثانية نخدمو مايسيغي عمود 2، في المايسيغي الثالثة عمود رقم 3. نروحو نخدمو في المايسيغي دوكا، كامل مايسيغي هذوما نخدمو في اعلاهم كامل فوق، نخدمو دائما عمود هكذا، دائما مايسيغي بمايسيغي وحدة بوحدة. درك انا نكمل مايسيغي كامل، كل مايسيغي نخدم فيها عمود عند رجعلكم. هنايا بعد ما خدمنا في كل مايسيغي خدمنا عمود، يعني تحسبي من مايسيغي الاولى هنايا للاخير تلقاي عندنا 17 عمود. لو كان كملوا العمل، ندخلوا في هذه السلسلة اللي فيها 7، نخدموا عمود 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. روحوا نخدموا في هذا العمود، نخدموا عمود هكذا. لو كان دخلوا هنايا نخدموا الأعمدة، عمود 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. نخدمو فوق العمود، نخدمو عمود، نكررو نفس العمل. دوكا عندنا 7، يعني دخلت البياسة الثانية، عندنا سلسلة فيها 7، نخدمو فيها 7 أعمدة، عندنا المايسيغي نخدمو 14 عمود، وهكذا. يعني هذه البياسة هكذا تكون بداية العمل هكذا في الجنب هذايا باش نحكمو هكذا العمل. هنايا دوكا نبقاو نكررو في نفس العمل فقط. دوكا أنا راح نكمل العمل، نعاود نرجع لكم. يعني في هذه السلسلة فيها 7 نخدم 7 أعمدة، 14 عمود، 7 أعمدة، وهكذا كيما خدمنا هنايا. هنايا دوكا راني في الأخير، غنخدم العمود رقم 8، ندخلو في بيكو ونخدم العمود رقم 8 هكذا. يعني شوفي كامل حكمناهم هكذا بهذه الطريقة،
هنا بعد ما كملت انا العمل دوكا جيبي الخيط الحرير او خيط السر كيما تحبي نتيا باش تخدمي به الفينيسيون اللي في الاعلى ندخلو نخدمو ماي سيري ندخلو في العمود الثاني ماي سيري العمود الثالث ماي سيري ونخدمو غلسة بيكو واحد اثنان ثلاثة نزيدو نخدمو ماي سيري واحد اثنان ثلاثة ونخدمو غلسة بيكو واحد اثنان ثلاثة ونكملو العمل بنفس الطريقة دائما نخدمو ثلاثة ماي سيري وغلسة بيكو. هنايا بعد ما كملت انا العمل بالخيط هذا تاع الحرير انت تقدري تخدمي بالخيط تاع السلك كيما تحبي تخدمي فينيسيون هكذا دائما ثلاثة ماي سيري وغلسة بيكو ثلاثة ماي سيري وغلسة بيكو هكذا كيما هكذا يكون العمل شوفي كيما هكذا هنايا ثلاثة ماي سيري بيكو. هنايا دوكا في الاخر بعد ما زينا هادو التلايق انا زينتو بالاحجار غيرنا يعني بدل الحاشيه خدمنا بالاحجار وخدمنا فقط بابيون. انت اذا كنتي راح تخدمي هذا الموديل الخزانه يعني البياسه تخدمي واحد اثنان ثلاثه زيدي تخدمي اربعه يعني كامل سبعه ومن بعد تخدمي الجسر العلوي وتلصقيه. اذا كانت خزانتك فيها 75 سنتيم اخدمي سبع بياسات وحكميهم مع بعضهم ودائما تحكمي في نقطتين كل ما تخدمي بياسة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا تحكمي هنايا في نقطتين في بيكو الثانية في بيكو الثانية كيما هكذا باش يبان معك العمل تاني متحوف حديه بس كده العمل تاع الماي سيري وهادوما البيكوات يتحدو كي يتحدو يزيدو يبانو معك شابين كتر فكتر. في الاخير اخواتي هذا هو العمل اللي خدمناه اليوم. إذا عجبكم العمل اللي خدمناه اليوم متى بكم تدعموني بالإعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن إلى اللقاء والملتقى أخواتي.